تسيطر حالة من الترقب والانتظار على رواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع اقتراب انتهاء مدة حالة الطوارئ الصحية المحددة مسبقا من قبل الحكومة في يوم الأربعاء 10 يونيو الجاري، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة قرار رئيس الحكومة بالبرلمان، ويرجحون إعلانه رفع أو تمديد حالة الطوارئ اليوم الاثنين كما فعل منذ حوالي 3 أسابيع عندما أعلن عن تمديد الحجر الصحي من 20 ماي إلى غاية 10 يونيو الجاري قبل الموعد المحدد بيومين. لم تظهر بعض معالم الخطوات المقبلة للحكومة، وكشف مصدر قريب من رئيس الحكومة أنه لن يحل اليوم الاثنين بالبرلمان السيد سعد العثماني للكشف عن السيناريوهات المحتملة حول رفع أو تمديد حالة الطوارئ الصحية. وعلى الرغم من عدم تحديد موعد الإعلان عن قرار الحكومة المغربية بشأن الحجر الصحي المفروض في بلادنا منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أن تدوينة لرئيس الحكومة سعد العثماني أثارت أمس الأحد جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة عند حديثه عن شروط تخفيف الحجر الصحي. وجاء في منشور رئيس الحكومة إن عدد التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا بالمغرب يتجاوز يوميا 17500 في 24 مختبرا وطنيا، وقد كان عددها في البداية 2000 في 3 مختبرات. وبهذا نهنئ تدريجيا شروط إنجاح تخفيف الحجر الصحي. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على القناة الصحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.